نقف على مقربة من دوار الكويت مفرق الشارع 10 مع صلاح الدين. هذا الطريق الذي تأتي عبره المساعدات الإنسانية القادمة من معبر رفح البري الحدودي إلى المناطق الجنوبية أو الشمالية من وادي غزة، حيث أن المواطنون باتوا يعيشون المجاعة بعينها. هنا الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات علهم يحصلون على كيس دقيق طحين أو معلبات لقوت أطفالهم، حيث أن المجاعة باتت حقيقية في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وبات المواطنون يدفعون حياتهم ثمن لذلك بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم، وأيضا بسبب القذائف التي تطلقها الدبابات الإسرائيلية على المواطنين الذين ينتظرون هذه المساعدات التي تأتي عبر طريق صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الذي تفصله الدبابات الإسرائيلية شماله عن جنوبه، والمواطنون يتوقون لهذه المساعدات الإنسانية خاصة مادة الطحين. لقناتي العربية والحدث، خضر الزعنون، غزة.